والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن خوتي درنا لكم فلوق خاص بالكباش بالأبقار، والآن رانا في العز خوتي. إذن كونتر على اللي بيخدموه، إذن بارك الله فيك خويا. إذن سيفري خوتي صراحة يعني خدمة ما شاء الله. عندنا خوتي كما هاي على ميلاد خوتي ما شاء الله، الله يبارك. اصل ديديكاسر واحد الله ديديكاسر بين قوسين، الله يحفظك وربي يخليك. اذا هذا هو ديديكاس لخونا. خونا هذه واش مارس هذه؟ هذه يما صنان وبن سوري، الله يبارك. دوك هذه تحلب ولا مازال خونا؟ عيد حدك هاي الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك على شهر، على شهر ان شاء الله البدايه. قلت لي شحال سعر التيحه طولك؟ خمسه 51 51 الله يبارك. رانا نقولوا سبعه خوتي. نزيدوا ندوزوا منا عندنا هديه في الصانين، هكذا في الصانين خوتي. الصانين طولي 5 ملايين، طولي 2 ملايين صح، 5 ملايين وهديه 2 ملايين. الحليب كاين مازال؟ لا لا حيدوه على ميلاد خوتي. اذا خوتي هاي الله خوتي، هذه مرمى على ميلاد راح يولدوا ان شاء الله. وخوتي هذه في الالبين تحلب كذلك، شوفوا تحلب وولدها ما شاء الله. هاوليك وليدها، هذه بنتها الله يبارك خوتي. هذه شويه 45، هذه 45 خونا. هذه ما في الحر ولا يعني في هذه حره، هذه حره، هذه حره، هذه حره ما شاء الله خوتي. هذه مخلطه كامل، هذيك مخلطه، هذيك باسوري يما صح ما شاء الله. هذه في الالبين كذلك راه يقول ما شاء الله. خونا سقسيكم فقط، هذه ما ماشي مشكل. قول لي تليفون 0774 خوتي 0774 13 92 92. خونا سقسيكم محمد المغنين، هذه ما اسك تشروهم، اسك تشروهم وتعاود تبيعهم ولا عندكم انتم تربوهم ولا؟ لا احنا ما نربوش، احنا نشروهم ونبيعهم. بارك الله فيك خلاص يعني. تحوس السلعه كاين، كاين التليفون كاين، السلعه كاينه كاينه كامله خلاص. اذا خوتي كاين كامل الانواع، تقدروا تتصلوا به ماشي كامل المشكل. اذا خوتي كما يقول الاخ عندنا هديه في الالفين الله يبارك. غادي شحال تكون خونا العمر؟ هذه عندها عام، عندها عام خوتي، عندها عام. وقت شحال يحق السعر تاعها؟ 3 ملايين خوتي، 3 ملايين. دائما في سوق الاربعه خوتي، تزوروا سوق الاربعه، فيه الكباش، فيه الماعز، الابقار، حتى الاحصنه وكاين خوتي. يعني هكذا يا جماعه يقول لكم مرحبا بكم هنايا في سوق الاربعه. وهذه شحال دارت خونا العزيز؟ سمونا 26 26 ونص خوتي، 2 ملايين و600 الله يبارك. هاي ليك سلعه كذلك ما شاء الله الله يبارك. دخلنا انتم عندكم كوري ولا؟ انا كوري وعندنا. اذا خاتي بالمناسبه نحيي اخونا الله يبارك لي، او يقول عنده كوري فولاد منديل هكذايا في برتوتا خوتي. اذا هكذايا تقدروا تقدموا ليه، قال لك تعرفوني يعني. اذا محبي الماعز راهم كي تشوفوه راه تعرفوه يعني، يبيع الماعز هكذايا. سفيان نعم الله يبارك. صافي ان كرون في اليسير يا خويا. اذا خوتي كاينه سلعه يعني، تحبوا تزوروا بالجمعه راهو هنا متواجد في سوق الاربعه. حتى الحليب كاين يقولوا، حتى الحليب كذلك، حتى العويس كاين. وخوتي ربما الناس هذوك تشري الحليب تاع المعيز باسكو نورمو فيه الصحافي هكذايا. اذا خوتي تحبوا تزوروا في السوق بالجمعه، كل جمعه نلقاها انا لهنا في سوق الاربعه خوتي، ولا في ايام الاسبوع نلقاوها في الكوري تاع في برتوتا هكذايا. خونا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه، سي جونتي خويا العزيز. خاتي كذلك عندنا العرض هدايا عند خونا ما شاء الله. حصول اشهار وقت شحال داروا شيخ؟ 27 في زوج يا اخي، في زوج خاتي 27 خوتي. حتى الماعز يعني البري على حسب الانواع. الله هذو تاع البلاد الله يبارك خوتي. اذا عندنا هذه الماعز كذلك الله يبارك. هذه واش تكون فتني في الربع في والله ما على بالكش، معليش خوتي. كاين الحليب، الحليب دائما الله يبارك تحلب ما شاء الله. خويا العزيز واش راك لاباس؟ نحيو خوتنا خوتي بالمناسبه اللي راهم هنايا. جيتوا تشرو معزا ولا؟ الله يبارك ان شاء الله، ان شاء الله خويا العزيز. هنا خويا شحال دارت؟ 48 خوتي، 4 ملايين و800. هنا ربي يجيب السوق، بارك الله فيك سي جونتي صح خوتي. كذلك عندنا هديه في الالبين
الله يبارك. خونا هذه وسوات خويا وسوات هذه 26 عطاو له 26 خوتي. لا جامي لا خوتي عندنا هذه المعزه الله يبارك. خونا هذه شريتها ولا تبيع فيها ولا شريتها؟ الله يبارك ما شاء الله خوتي شراها. شوفوا او يخبينا في الحليب هدايا خوتي. هذه لازم باش خاصك على جال ولادها ان شاء الله يلحقوا للدار يشربوا الحليب. خونا ربي كتبها ان شاء الله. دوك هذه بارك الله فيك سي جونتي خويا العزيز. خويا يعطيك الصحه. اذا خوتي بالمناسبه مع خونا لهنايا كذلك لهدايا كل جمعه نلقاوه هنايا في سوق الاربعاء ويجيب لنا المعز. دوماج تباع لنا واحد العتروس الله يبارك خوتي تباع صباح ربي. ولكن مازالوا هذوما ما شاء الله. خونا هادو في هذه في الاربي لا في الحر هذا خونا ما شاء الله. عندنا هذا العتروس عندنا كذلك هذه المعزة خوتي. هذه ما راهم كامل بولادهم جي بونس خوتي يعني راهم كامل بولادهم الله يبارك. شوفوا المارو هذه ما شاء الله الله يبارك. هذه شغل غزالة هذه خوتي الله يبارك. خويا يعطيك الصحة العزيز بارك بارك الله فيك. إذا خوتي بالمناسبة كما يقول خونا اشتركوا في القناة لايك وتشوفوا الفيديو دوكا اشتركوا خوتي ديروا جام هكذا يا باش نكملوا في المشوار تاعنا ناصر تي في خويا العزيز الله يبارك. عندنا زوج صغار هكذايا بارك الله. اذا خوتي هذا قلت لي 26 يا اخي بيعوا لي صاحبي 26 اتكل على ربي خويا العزيز اتكل. اذا نساوي ب 27 ونص هكذا 70 خوتي 26 و70 وهكذا خونا زملائي في مراديوما 8 ملايين كلش هكذا الله يبارك. ساموه ب 8 كلش هكذا خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحة سي جونتي صحيح. إذا خوتي عندنا عرض آخر كذلك دائما مع المعز. هذه ماشي لاراس يعني حاجة عادية حاجة عادية الله يبارك. وعندها بنتها خوتي لهنايا هذيك خرجت شابة ما شاء الله دائما الحليب كاين شويه مسكينه ما عندهاش ولكن حاجه قليله. شيخ هكذا واش سوا ان شاء الله؟ 27 هي بنتها هكذا 27 مازالها بعيده قريبه ماهيش بعيده 27 ربي يرزق بارك الله فيك. اذا خوتي كذلك عندنا عرض اخر في تاع المعز خوتي. الفلوق هذا اللي خاص الا بالمعز. نعم خويا عزيز هايليك عندنا بون هادي ولي بنتها وهادي بنتها هكذا هذا وليدها هذاك الصحة خوتي ما شاء الله. عندنا كذلك هذا يتولد وهاوليك خوتي هادي شوفوا بسم الله ما شاء الله الله يبارك. شوفوا الحليب ما شاء الله الله يبارك 43 كومبلي هكذا كلش 41 وحدها وحدها هذه خوتي 41 وحدها. والصغار هذوك واش سواو؟ هذاك انت باش نفهموكم فقط هذه 41 مع وليدها هذايا لهنايا. وهذه شحال سوات هذه البيضه مع وليدها؟ زوج ملايين زوج ملايين خوتي زوج ملايين خوتي بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وربي يرزق ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.